هذا هو العدل، فماذا عن العدل؟ انت ايه عايز مني ايه تاني؟ التقطت ليك بعض الصور في نادي الشمس، خير؟ لا ده ناشئ اسمه يوسف الجبالي، وهو بقاله 3 سنين يعني في محاولات انه يجي النادي الاهلي. هو الولد عنده رغبه هائله، بيرفض كل العروض، وولد يعني من بيئه ثقافيه عاليه جدا والله. طبعا. والده من كبار الموسيقيين في الاوبرا، وهو شاب محترم صانع جميل. العاب يشاد به دائما، صنع العاب. يشاد به دائما. مواليد 97، فمش هياخد مكان في الدرجة الأولى. واخر فرصة انه كان يجي السنة دي، فرحت بنفسي بقى نادي الشمس، وربنا رزق بالتفاهم. أسامة أبو زيد بقى رئيس النادي. أسامة أبو زيد بيسلم عليك صديق على عزيز طبعا. واضح انه سيطر على الامور، وانه راجل بيؤدي اداء طيب في نادي الشمس وله مكانته. والحقيقه يعني كلهم ناس كويسين، يعني حتى صديقي عادل محمود اللي دوخني ودوخته على مدى 3 سنين. بس انا كنت بعيد على الصوره، مش صاحب قرار يعني. فقلت له انا الاوان بقى ما نحطش لنا وانت اي شروط، والراجل يجي لنا سنه كده وبعدين نتكلم في اللي انتوا عايزينه كله. وهو يعني ما سوف يكون. لذلك انا عاتب قوي على بعض الاهلاويه، يعني سيبونا يا جماعه نشيل هم الناس اللي ما بتحبناش، هنشيل هم الناس اللي تحبنا. التسرع في الاحكام وتليح الكلام والافيهات اللي ملهاش لازمه. صفقه تحت السن جاي قد يكون واعدا عشان يبقى نديله فرصة العادلة وناخد احنا معاه الفرصة العادلة. اذا نجح هيبقى من الصفقات الهائلة اللي تمت. طبعا. اذا ما نجحش ما هو الخسارة التي عادت عليك انت مشجع الاهلي؟ يعني انتوا عايزين ايه يا اولاد؟ طب ما تقولوا لنا نعمل ايه وما نعملش ايه طول النهار وخلاص، وريحوا لنا دماغنا. صحيح. انما الناس حتى اللي انت حاطط ثقتك فيهم تجدهم احيانا يشطحوا كده ويتطرفوا في التعليق اكنهم يعني مزايده على القائمين في النادي الاهلي. وانا اللي عايز اقوله النهارده، مقابلني ناس يعني وانا تحت بيتك. فواحد منهم بيقول لي فلان وفلان وهنجيب. قلت له اسمع، هو انت عايز ايه من النادي الاهلي؟ فسكت كده. قلت له عايز ايه؟ قال لي عايز الاهلي يكسب. قلت له بس. ما تقوليش اعمل ايه عشان الاهلي يكسب. ايوه انا بتكلم عن النادي الاهلي مش عدلي. ايوه قلت له كفايه بقى، عشان انتوا حولتوا الموضوع نفسه من وسيله الى غايه. ان الانتقالات بقت غايه مش وسيله. وسيله مكايده، وبالتالي اديته فرصه ان الاسعار تشطح، اديته فرصه ان اللعيبه ما تبقاش تحت السيطره زي الاول. الامور مش طبيعيه. فلو الاعلام والجماهير يخفوا شويه في القصه دي، صعب الاعلام يعني عنده اهدافه وتوجهاته. بس انما على الاقل جماهير، انا بطالب جماهير الاهلي يعني يا تحطوا ثقتكم في ادارتكم يا خلاص، نفضل كل ما نعمل حاجه انتقادات قبل ان تظهر النتائج. يعني انت الاحكام ده حضرتك مع الاستاذ اسامه ابو زيد. هو بس مرسي اللي على الشمال خالص ده. طبعا باسم وباسم عضو مجلس الاداره برضه. باسم صلاح كان لعيب كره يد. الحقيقه ناس محترم قابلونا استقبال محترم جدا. وهم مقدرين ان لازم يدوا له فرصه جيده. وفي الاخر هيبقى الخير هيعم على الجميع باذن الله. ان شاء الله ربنا يوفقه.